السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أدم الكرات زين حازم. آسف بس على القطع يعني عشان احنا كان عندنا امتحانات والنهاردة يعني خلصت امتحانات يعني مش النهاردة والنهاردة أول يوم أجازة. ف إن شاء الله نلقاكم دلوقتي فيديوهات كتيرة إن شاء الله. لكن أول حاجة متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب و نلعب طبعا جيم طبعا كتير متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. هنروح الجيم صراحة مش عارف اي ما بنزل بصراحة لكن مهم يعني ان شاء الله نرجع لكم يعني في دار كتير ان شاء الله. و زي بس الجيم خلصنا اقول لكم تاني برضو لازم اغلطها عشان بس كان عندنا امتحانات وخلصنا من طول يوم اجازه. فان شاء الله هنزلكم في كورس في طول الاجازه دي فيديوهات ان شاء الله. ف استنى بس فينا تبدأ يدخلوا هنستنى يعني يكون عندنا صبر يعني صبر ياو طب حتى واحد يدخل طيب عشان تجمع مستوى الصورة يعني ايوه تلاتة واربعين واحد بس المبدا مش جديد اللي عارفه انا كان طب هو زاد ولا هو تلاتة واربعين انا التهنكت تصف كويس واحد ده بيعمل كباب عم يختفر اختفر مش فرقة الحتة دي الحتة دي يعني انا تعصبني لكن ان شاء الله المرة دي لا المرة دي لا المرة دي لا المرة دي انا متعصب طيب ادينا معاها يا سلام لا يا سلام لا 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 والله مش يا سلام خالص يلا يلا عاد 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 ودينا سلام يلا كويس كويس لا تقول لفيت نص لفة ايوه بس كده ايه ده صيني ده ولا كوري ولا بالظبط المهم نحن نفسها ملسك لك مني لو
لا مخاصمة شو دلوقتي شو دلوقتي اخبط بس معلش اخبط شكلي حسدت ولا ايه؟ ماليش دعوة بيك انا ماليش دعوة اتكلم مع الست ماليش دعوة مسكين عم مسكين والله سكني النهارده جايين يا مش عارف جايين بس يعذبوني اما والله بالي كتير لعبت مش عارف اي ما بنزل اصلا يعني انا مش بالك ايه يعني لازم ملعب يعني الله الحمد او لا يا ولاد ولاد الحلوين اطفال حلوين مش واضح الحلوين استعوا شوي استعوا ياو وحنا ندخل نظر يا ربي يا رب والله مش شايف حاجة يا الله عليكم لا يا رب خلاص بقى خلاص ايه ده كيف عدل اوكي والله في النهاية في النهاية
Mm-hmm.